فاحنا كويس عارفين كويس جدا بالمناسبه ايه اللي احنا ممكن نذيعه وايه اللي ممكن ما نذيعوش، ايه اللي ممكن نتكلم فيه وايه اللي ممكن ما نتكلمش فيه. يعني احنا النهارده مثلا مع نجومنا اللي هيكونوا متواجدين معانا ان شاء الله بعد قليل هنتكلم عن سان داونز، مش هنتكلم عن النادي الاهلي مثلا. يعني ليه؟ لان انا محتاج ان انا افصل سان داونز، افصله ناحيه اليمين عامل ازاي، ناحيه الشمال عامل ازاي، من قدام هيهاجم ازاي، هل هيضغط على النادي الاهلي، هل هيقف ورا. هنسال نجومنا الكبار اللي هيكونوا متواجدين معانا. فذكاء طبعا من الكابتن او الاستاذ خالد علي بيحاول ان يدير الدفه ناحيه قناه النادي الاهلي، لكن ما فيش اي مشكله. الدفه يعني ان هو ايه، ان يعني بيخبط الجمهور في قناه، يعني حاجات كده يعني زي ما حضراتكم عارفين. ولكن في النهايه لما جالي كميه تعليقات على الموضوع ده، الحقيقه قد ايه جمهور النادي الاهلي واعي، قد ايه جمهور النادي الاهلي عارف كويس جدا ان العمل او الشغل اللي احنا بنعمله في صالح النادي الاهلي وليس في صالح حد تاني. فبيتسو موسيماني بدا يتكلم في ايه بقى، وانا اتكلمت مع حضراتكم ان هو بدا يغير تصريحاته من ناحيه التنويم المغناطيسي والكلام ده. النادي الاهلي وانا السي في بتاعي احطه فوق، السي في بتاع فايلر احطه فوق، يبقى انا السي في بتاعي يتحط تحت، والكلام الحلو، والنادي الاهلي ده احسن مش عارف افضل نادي. طبعا صحيح، ولكن هو كان بيقول كده، عمرنا ما شفنا اي مدرب بيقول الكلام ده. دلوقتي بدأ يقول لك ايه، ان احنا هنفتح المدرجات لاي حد هيلبس تيشيرت اصفر ويخش. يعني انت تذكرتك في مباراه النادي الاهلي وسان داونز لجمهور جنوب افريقيا ان انت تلبس فانيلا صفرا بتاعت سان داونز هتخش. فدي اولى الامور مجانا، فدي اولى الامور اللي هيتبعها سان داونز عشان يملى الاستاد، لان هو مش متاكد ان الاستاد هيتملي. خلاص ده مبدئيا. التصريحات قال لك اصل انا جبت 11 جون، هو انت جبت 11 جون في مين؟ مش فاكر، انا حتى مش فاكر اسم الفرقه اللي حضرتك جبت فيها 11 جون. ابتدت التصريحات تميل الى ناحيه الاثاره. خدوا بال حضراتكم، بعد ما كان هناك تنويم 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 تنويم، اصبحت الامور تسير في اتجاه الاثاره. على فكره زي ما بقول لحضراتكم، انا بس بوضح، لكنه هو من حقه يقول اللي هو عايزه ومن حقه يعمل اللي هو عايزه. فأمور كثيرة